ما أروع القصص، تعطيك حقيقة مع البرهان عليها. فأنت كأب يجب أن تبث في ابنك أن الدعوة إلى الله جزء من الدين، بل إن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم، لكن كفرض عين بصفتين، في حدود ما تعلم ومع من تعرف، في حدود ما تعلم ومع من تعرف. هذا يذكرنا بدعوة إلى الله هي فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الكل. فرض الكفاية دليلها في القرآن الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ولتكن منكم، يعني وليكن بعضكم. في عندنا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل، في عندنا فرض عين يجب أن يقوم به كل مسلم. فالدعوة إلى الله فرض عين بصفتين، في حدود ما تعلم ومع من تعرف، وفرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل. فرض الكفاية يحتاج إلى تفرغ وتبحر وتعمق وإخلاص.